عرفنا ان انت جامد 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 جامد. ايه يا عم مالك؟ شفت اللي حصل معايا يا نور؟ ايه اللي حصل؟ مس ميرفت يا نور. مالها؟ رحت لها امبارح وواجهتها وقلت لها انا بحبك بحبك وعايز اتجوزك. وقالت لك ايه؟ قالت لي انا ما بحبش العيال. قلت لها انا مش مستعجل على الخلف. صح والله عندك حق. بص انا اتفرجت على حته فيلم امبارح. فيلم ايه؟ عمر وسلمى. ده بتاع مين ده؟ تامر حسني ومس حمدان. مس حمدان؟ ودي بتدرس ايه دي؟ بص انا هحكي لك حكايه بقى. فكني بقى يا نور بقى مخنوق يا نور. بص يا سيدي انا كنت ماشي كان في اتنين ماشيين برضو معايا تمام. اول واحد بقى كان ايه؟ كان ايه ده؟ لا ده كان كلب معدي في النص عادي مفيش حاجه. بس يا سيدي فاهم الاولاني عامل ايه بقى؟ اتصالحوا خلاص. انا بتفرج على طيور الجنه يا نور. لا يا نور انت مش فاهم يا عم. ولا انت فاهمني ولا انت. هي مش بتحبني. المزيكا خلصت هنعمل ايه؟ لا نعيدها من الاول عادي ما فيش حاجه. يا سلام البامبرز اللي انا لابسه ده كبير ازاي؟ ايوه بقالي 3 ايام بعمل كل حاجه فيهم كفي عادي. ايه يا عم ده؟ امال ايه اللي بينقط ده؟ لا ده بتاع التكييف. والله يا عم انت عسل. والله انت اللي عسل. ربنا يخليك. احنا نبقى اصحاب بقى. ليه ما نبقى اعداء؟ نبقى ايه؟ اعداء. ايه الطفل ده؟ الطفل ده اعداء ليه يا ابني؟ احنا لسه في اول يوم في الحضانه نبقى اصحاب. ماشي ماشي. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي شعبان. ايه ده؟ في اب يسمي ابنه الطفل البريء الصغير شعبان؟ يا عم انا هفضل طفل من اكيد هكبر. لا لا انت باباك عايز يعقدك. يعقدني ايه يا عم؟ امال انت اسمك ايه؟ اسمي نجفه. انا مش هرد عليك. لا لا ده الدلع. انما الحقيقي هشام. شام. شام. بقول لك ايه ده؟ ايه انت مال سنانك صفره كده ليه؟ لا يا عم الصفره. لا انت بتاكل حلويات. لا والله العظيم. لا دي مش شوكولاته. والله ده مش شوكولاته. والله مش شوكولاته. والله ده مش شوكولاته. مش شوكولاته. والله لا. امال من ايه؟ مش سجاير. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل اللي انا قابلته في الحضانه ده؟ يخرب بيتك سجاير. خد اقول لك على حاجه. بما اننا بقى بقينا اصحاب. قول قول. انا هقول لك على سر خطير. قول. انا في واحده بحبها قوي قوي وهي بتحبك بتموت فيا. يا لهوي. اقول لك على سر اكبر. قول. بستني. البت دي معانا في كي جي 2؟ لا في رابعه حقوق. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل الاسطوره اللي انا قابلته في الحضانه ده؟ يا حول الله. ده انت غريب قوي. اما لما انت في كي جي 2 وبتشرب سجاير وبتبوس بنات، اما لما تبقى في ثالثه ثانوي هتعمل ايه؟ هتزرع بانجو؟ يا عم بانجو ايه يا عم انت؟ انا على فكره حبيب الله. بجد؟ والله. ليه بتعمل خير؟ خير ايه؟ مش الاطفال احباب الله؟ ايوه. انا طفل ابقى حبيب الله. صح. وانت؟ انا حبيبه العدلي. امال انت فاكر ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بص المدرسه جه يلا الرابعه. يلا.
اركب اركب، بقول لك اركب وانا هعمل السواق. ماشي تمام، يلا يلا. ايه ده ايه ده، وقفت ليه؟ اشاره. اشاره ايه ده؟ كمين يا ابني؟ طب ارمي بقى الوزن التقيل لنتقفل. انا مهما تخنت رفيع وانا مهما عليك مش فوق. يا جيزو. ايه يا يوسف؟ تعالى بقى، انا جاي اهو. ما يستهلوتي ما يستهلوتي ما يستهلوتي. يلا بقى نشغل اغنيه حلوه كده ونقعد نرقص عليها. لا لا، انا مش هسمع اغاني تاني خلاص، الاغاني دي حرام. كل يوم تسمعني اغاني وتطلع حرام واخد ذنوب. لا لا لا، الاغنيه دي مش حرام. لا طب بص، لو طلعت حرام قول لي هقفلها على طول. ماشي ماشي يلا. استغفر الله العظيم يا رب. يا عم انا خلاص، كل يوم بتسمعني ذنوب واغاني، انا مش عايز اسمع اغاني تاني. والله انت عقدتني في نفسي. طب اغنيه امبارح كانت حرام ليه بقى؟ يا سلام، وانت ما سمعتش كلامها؟ قال في البحر سمكه بتزق سمكه، ايه اللي في الادب دي؟ المفروض السمك ينفي باحترامه، ومفيش اختلاط. قال عصبت واقف صياد بسبكه. صياد بشبكه، ده صياد بقرون اللي واقف ينظم في المليطه دي. استغفر الله العظيم، انا مش هسمع اغاني تاني خلاص. على فكره يا دي انت، انت متطرف. يعني ايه؟ يعني ارهابي. يعني بوليس هيجي ياخدني من البيت كل يوم زي بابا؟ طب وبعدين؟ ما تقلقش خلاص، اصل انت صاحبي، هروح ادافع عنك زي ما بابا بيدافع عن المجرمين، واقول له يا سيد القاضي سيب زيزو ده صاحبي والله، ومعاه في الكلاس وحلو ومش بيعمل حاجه والله، سيبه كده. الحمد لله الحمد لله. انت حبيبي، انت صديق وفي، انا اصلا فخور ان انت صديقي، بثق فيك. مالك انت طويل قوي يا عم؟ طويل ايه ده، انا بالنسبه لعائلتنا عادي اصلا. كذب ده، انا اخويا الوسطاني من كتر ما بيخبط في النجف وسطه بايظ. وبابا مش بشوفه بقى، بشوف ركب معديه في البيت. والله عيله غريبه. طب هو بابا مش بيبوسك كل يوم وهو نازل رايح الشغل؟ ساعات بقى، بس بطل اطلع له في السباك وهو ينزل الشارع يبوسني ويمشي. امبارح واول ما شفتوش. ليه؟ ماما كانت ناطره الغسيل، والبوكسر بتاع بابا كبير قوي، قفل العماره كلها، محدش عارف يروح شغله بقاله يومين. ايه ده ايه ده زيزو والنبي، طب ممكن ابقى اجي اتصور وانا باكل باباك؟ ان شاء الله. انت عارف مين اللي بيصعب عليا في العيله دي؟ مين؟ ماما. ليه؟ قد كده بندوس عليها غلط واحنا ماشيين. معلش بقول لك ايه، يلا بقى نلعب لعبه حلال بقى. يلا يلا نلعب تسابيح. تسابيح؟ انت تسبح وانا ادي عليك. يلا 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 يا زيد. بس خلاص ما تعيطوش، اللي عرفت ان ما حدش هيعبرنا. يلا نلعب. ولا يا نور. ايه؟ ما تقولش لشعبان ان انا مستخبي هنا. ها؟ حاضر. ولا يا نور. ايه؟ ما تقولش لهشام ان انا مستخبي هنا. ها؟ حاضر. قلت له ليه يا حمار؟ هات. ايه ده؟ ولا شعبان. ياد يا شعبان، هات ياد السندوتش ياد يا شعبان يا. هات حته ياد يا شعبان يا، ما يبقاش كده يا. هات حته ياد يا شعبان يا.
هات حتة يد يا شعبان يا حتة صغيرة يد يا شعبان يد يا شعبان هات حتة يا يد يا شعبان يا ما تبقاش كده يا يا ما انا بديك يد هات حتة يا يا ده انت انت صغيره يا ده شعبان يا شعبان يا ده ولا امي يا ده شعبان يا ما بقاش قلبك اسود يا شعبان هات حته يا شعبان يا ده هات حته يا يا ما يبقاش قلبك كده يا ده انت يا ده احنا لسه مستحمين يا ده انت يا يا ده انت يا ولا يخرب بيت ايامك خد يا عم يا ابن الكب الطفل ده الطفل الاعجوبه ده خرب بيت ايامك عايز ايه بقول لك ايه انتوا صيفتوا فين السنه دي احنا صيفنا في مارينا ايه ده بجد اه والله احنا صيفنا في مراسي قذره مارينا احلى لا مراسي احلى مارينا مراسي مارينا مراسي ولا يا نور ايه انتوا صيفتوا فين السنه دي احنا صيفنا في راس البر ايه ده دي غابه دي ولا ايه دي حتة أحلى من مارينا ومن مراسي بس عشان أنتوا ما رحتوهاش يا أخويا يا عم اتنين إيه ده أنا أصلاً عمري ما سمعت عن حتة اسمها راس البر دي لا فيه أصل بابا كان عنده ندوة شعرية هناك وخدنا معاه إيه ده أنت باباك شاعر؟ آه أنا بابا هشام الكخ إيه؟ آه يا لا وأنت باباك هشام المخ؟ آه والله ده أنت بقى جامد قوي زي أبوك أيوة بص لسه كاتب قصيدة هسمعها لك يلا إيش؟ راس البر يا راس البر انت زيك بعد الشر نقول تاني لا راس البر يا راس البر انت زيك بعد الشر جايلك حابب مش مضطر قمت صحيت الجو حر قلعت البنطلون شيء بديهي هو ده الشعر اه طب على فكرة احنا بنعرف نقول شعر الباباك هشام واحسن منك 100 مرة لا ما بتعرفوش والمصحف بنعرف طب وريني قول له يا شعبان يا اقول له قول له ايوه بخير شعر ده للشعر بص بقى راس البر دي من الاخر شفت بنقول شعر ازاي راس البر دي كلمة عيب ايه؟ عيب؟ لا راس البر مش عيب، راس صدر هي اللي عيب معروف. اعرف بقى المناطق اللي عيب مش اللي من العيب. عشان انا مش هسافر معاك؟ مش هقعد اسافر معاك؟ حاضر. انت عارف يعني ايه راس البر اصلا؟ ها؟ عارف يعني ايه راس البر؟ ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش بص بابا ايه ده؟ جاب لي معاه سيف بينور وبيطلع اصوات يا نهار ابيض بيطلع اصوات اه طب طلع علينا صوت كده بص بيعمل بيت بوكس ازاي ورينا ايه السيف المعفن ده ما بيطلعش اصوات نظيفه لا بيطلع طب طلع علينا حاجه نظيفه مانا 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 كده حرام لا 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 كده حرام اه
اقعد ياد اهبل انت يا عم. اقعد اتنيل على عينك. هو في سيف بيعمل الهبل اللي انت بتعمله ده؟ قال ايه القرف ده؟ بقى انت بس اسلك ده ليه يا دي انت يا انت ابوك مين على البصه دي بقى؟ انا بابا محمد رمضان. ايه ده الممثل؟ ثقه في الله هننجح. ده ما شاء الله ده محفظك بقى تقول ايه؟ ايوه. طب بقول لك ايه، باباك محمد رمضان فعلا؟ ايوه. مش ده اللي بيقول اديك في المطر اتمطر واديك في رمضان بيبسي يفطر؟ ايوه يا عم هو ده بابا. ده جامد قوي. انت باباك مين؟ انا بابايا دكتور. ده بيدي ايه؟ ده يديك في الحقنه تعيط. اه والله. خلي بالك. ماشي. من الاخر. بقول لك يا ده شعبان. ايه؟ هات ميه ريق ناشف يا ده شعبان يا. يا ده شعبان يا. يا ده شعبان مالك ماسكها كده ليه يا ده شعبان؟ يا ده هات شويه يا ده ريق ناشف هموت من السبع عند المدرسه يا ده شعبان يا. يا ده بقى ميه يا ما يبقاش قلبك كده يا. يا ده الميه سوام يا. يا ده شويه يا ده شعبان. يا ده شويه يا ده شعبان. يا ده ما تبوسهاش يا. هات شويه يا. يا ده هات خمبه يا. يا ده اموت يا. يا ده هات شويه يا ده شعبان. يا عم. ها. يا ابن الكبل. يا منتن. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نرمي الميه اللي جوه الزمزميه. أيوة. ونحط خمره. ايه الطفل ده؟ ده طفل عدى كل الاعاجيب. يا عم اقعد بقى يا عم. انت مجنون. إيه؟ والله انت دماغك دي هتوديك في داهيه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هات الزمزميه. والمصحف ما تاخدها. خد يا دي الزمزميه يا. لا. خد يا دي. لا مش هديها. خد يا دي الزمزميه. يا يوسف يا يوسف يا يوسف يا يوسف. ايه ايه عايزه ايه؟ بقول لك انا زهقانه وعايزه اخرج. تعال تعال نروح السيما. ماشي تعال نخش فيلم عنتر وبيسه. ايه الانحطاط الاخلاق اللي انت فيه ده؟ فيلم ام يا عم. امك مين؟ صافي ناز. يا بنت الجامده. ايه ده بس مش هينفع نخشه برضه. طب نخش فيلم الحرب العالميه الثالثه. لا لا فيلم ابويا يا عم. ابوك مين؟ الثلاثي هشام وفهم وشيكو. لا مش هينفع مش هينفع ندخل الفيلم ده. اقول لك على حاجه حلوه. ايه؟ ندخل الفيلم بتاعك انت. فيلم ايه؟ الفيل الازرق. انا مش هلعب معاك تاني. ليه بس؟ والله ما هلعب معاك تاني. والله الفيل حلو. يلا يلا قالوا نلعب. نلعب. فتحي يا ورده قفلي يا ورده. فتحي يا ورده قفلي يا ورده. هنا ورده وهنا ورده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي مش بتتغنى كده خالص دي. امال ازاي؟ مانا مانا لا 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 مانا مانا لا 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 لا. قطر قطر على قطر. سايبه الشارع كله ماشي على القضيب يا غبيه. حسبي يا وليا رجلك الزرقاء. يا غبيه يا بنت. عيني علي فوق كتفه وبوم جبلي. يا غبي قوم. يا غبيه. لا بره يا غبيه. Oh!
تعالي. تعالوا، عايزه اروح الحمام، مش قادره. حمام. طب امسكي نفسك كده، هتزروقي الدنيا وترتشي علينا كلنا. مش قادره، مش قادره، لازم اروح الحمام دلوقتي. ايه القرف ده؟ حمام ايه بس وبتاع ايه؟ وبعدين الميس مش موجوده، ما ينفعش تروحي. وربنا ما اقدر، لازم اخش الحمام. طب خلاص خلاص، هو انت مش لابسه بامبر زينا؟ صحيح. ايه ده؟ انت بتلبسي بامبر زينا؟ بجيب اتنين وبفتحهم على بعض. زي فقتنا القديمه. طب خلاص خلاص، يلا اعملي. ماشي. جالي خبر حلو؟ علشان بابا عنده شنب وماما عندها شنب. يعني بقى ايه؟ انت امك؟ امال ايه بقى الولاد عندهم شنب؟ الولاد عندهم شنب عشان هيبقوا ظباط، انما البنات هيبقى عندها شنب ليه يعني؟ هيطبخوا بيه؟ طب ما انت امك عندها شنب وما كلمتكش في حاجه. يا بنتي احنا عيلة ملتزمة جدا، دي تيتا الله يرحمها كانت دقنها لحد هنا. يا حلو يا شنب. ايه ده انا بتشقت بقى. لا بصي انا ملبس شنب عشان ابقى ظابط زي بابا. انت ولا عمرك هتكون ظابط. ليه؟ لان الشنب ده مزيف. ايوه انت لازق الشنب ده. لا بتاعي ده وهم. شنبي سراب. لا اقلع الوهم ده. لا مش هقلع الشنب. انت ايه؟ انا هبقى ظابط زي بابا، ظابط. انت عارف بقى انا ايه؟ ايه؟ انا هبقى مدرسه زي ماما واعذب الاطفال. وانا هبقى ظابط وهنفخ مامتك وهنفخ الاطفال وهفسيكي. اعمل ايه؟ امك. اسمعنا يا باشا. انت هتدخلي لي قافي يا بت؟ معلش يا باشا. امي كانت فين من الساعة 7 ل 7 ونص وانا واقف بستناك؟ كانت فين؟ انت معقول تاني يا باشا؟ اعترفي. اقول يا باشا. اعترفي. اقول يا باشا. قدامي يا بت على الاسم. عادي يا باشا. قدامي على الاسم. عادي يا باشا. اسويش رامي. امرني يا باشا. اعملي فنجان سيريلاك على مية ساعة. حاضر. الغي يا امولة. انا بس اقول على كل حاجة. صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. وكمان زيد النبي صلاة. أفضل صلاة وسلام عليك يا نبي. ماما يا سيدي. هيا بقى إيه؟ في ولد جاي من مدرسة تانية. الولد دوت أمه بتشتغل نجارة وبتبني عمارة. شوفي الشطارة. المهم يا باشا، اسم الله على مقامك، عمته بتشتغل فوافير واسمها سميرة وإيدها كبيرة. عليك نور يا باشا. هي دي حكاية ولا حدوتة ولا إيه؟ يا باشا ده لغز. لغز؟ أيوه. كل ده لغز. يا باشا. بس يا بنت. أجري يا باشا. وأي كلام في الببرونة كده؟ يلا يا بنت قولي. أقول يا باشا. المهم هيا بقى ماما قاعدة مع أمه وأبوه وبتقول لهم هو هيحصل له إيه في المدرسة بتاعتنا. أذكر كم عدد كلمة ماما في هذه الحكاية؟ الله، دي حدوتة حلوة حلوة قوي قوي. قومي يا بت. تتهزري معايا يا بت؟ بتهزري في التحقيق؟ بص يا بت تعالي هنا.
مش عايز اشوفك صدفه والا هلفت الكعب داير على الكلاسات. حاضر يا بت. اختفى يا بت. ايه ده راحت فين؟ حلوه اللعبه دي. كراوية ده حرام. حرام ليه بقى؟ ما هو مش بيعمل بالبيت. لا بيعمل. ايه ده فيه؟ بجد بيعمل؟ بس اللي بغيره. ده حرام حرام عشان ده اصنام. ويعني ايه اصنام بقى؟ مش عارف، هو بابا قال كده، هو حرام. يا عم انت بقى كل حاجة ابوك هيقول لك عليها تقول لنا احنا كلنا ولا ايه؟ بس يا تعبان عشان انت وباباك والسبكي هتخشوا النار مع بعض. ان شاء الله. كل حاجة حرام يا دي ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تمسكوش ولا تلعب بيه، ماشي؟ ايه ده؟ ايه السلاح ده؟ ده سلاح التلميذ. لا يا عمي ده متوت جزء من شخصياتي. هو حرام يعني حرام. بقول لكم ايه يا جدعان؟ الواد ده والله العظيم شكله في ثالثة ثانوي مش في كيجي 2. ايه رأيك بقى انت زي ما قال بابا قبيح شبه أهل النار. طب تعال والله لا تقلق. ايه ده ما تتلبوش بعض كده؟ بس بقى وأنا مش موجود. مصاصة. أنا كمان. المصاصة حرام. لا هي مش مستحبة. بص الجنيه بقى أحمر إزاي؟ بس بقى عشان أنا زعلان بقى. أنت ليه زعلان بس؟ ده أنا حتى هغني لك. لا بس بحب الغنى غنى حرام. هاتولي أكل. هاتوا الوقت. هاتي أكل. خد. شكرا. ممكن بقى ممكن تغنوا بس تغنوا حاجة حلال يعني تواشيح كده حاجة خفيفة. يلا 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 نغني. قطتي صغيرة واسمها نميرة، شعرها طويل ذيلها كثير. ده دي مش بتتغنى كده خالص دي. امال ازاي؟ قطتي ياه قطتي ولا ايه؟ مو صغيرة اه اسميش نميرة ولا ايه؟ مو صغيرة ولا ايه؟ اسميش نميرة ولا ايه؟ قطتي ياه قطتي ياه مو صغيرة ولا ايه؟ اسميش نميرة ولا ايه؟ قطتي ياه قطتي ياه انا مو صغيرة ما اسميش نميرة انا مو صغيرة انا بقول لك اهو. ما اسميش نميرة انا بحذرك. انا بقول لك ايه؟ استنى انت من فضلك. استنى انت من فضلك. حسام حسن لعب من غير خط. انا بقول اهو. هو ده كي جي 2؟ ايوه هو ده. هو ده الكلاس؟ هو ده الكي جي 2. كي جي 2 هو ده. طب اوعى تابع يا عم. طيب يا عم الله الله ده وحش قوي الكلاس ده. الله وفي ناس وفي ايه ده وايه ده ويا ايه ده كمان. الله ايه ده؟ هو ده لبس برشلونه؟ اه لبس برشلونه. وعندي كمان اللبس بتاع اس ميلان وعندي لبس بتاع البرازيل وعندي لبس بتاع غزل المحله. ايه ده انت عندك بقى كل الملابس؟ اه وعندي اللبس كله اصلي مش مثلا تقليد من اللي هو بيجيبه. لا اصلي مش اللي هو تقليد يعني عارف اللي هو بيبقى اصلي مش اللي هو مثلا تقليد وكده. لا اصلي بقى كله. كل لبس بيبقى اصلي مش تقليد بقى. طب هو انت ليه مش لابس لبس المدرسه بتاعنا؟ عشان عاوز كده لان انا بابايا قاعد مع المسات ومع المساطر وقال لهم ان انا عايز اقعد البس اللبس اللي انا عايزه وهم قالوا خلاص هو يلبس اللبس اللي هو عايزه عشان هو انا عندي اللبس كله لان هو بابايا هو قاعد مع المسات ومع المساطر. تياترو ما
تروما. انت باباك بيشتغل ايه؟ انا بابايا سيد ابو كريكه. اللي هو بيقعد يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا، كل شويه يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا، وفي واحد اسمه شريف اللي هو بابا برضو اللي هو كان جون، ويقعد يحدف عليه الكوره كده كانه بيبصيها، بس هو ايه بيجيب فيه جون فينا اجوان. بابايا اللي هو بقى ايه بتاع المنتخب. ايه ده؟ باباك بيجيب اجوان في المنتخب بتاعنا؟ اما مش عارف يجيب في المنتخبات الثانيه. طيب كويس. وهو اعتذر اصلا، اعتذر اللعب خلاص. امال ايه؟ بس انا بابايا ايه؟ وانتوا مين؟ انتوا مين؟ انا مريم بنت مسلمي صاحبة الفصل. انت مين؟ انا مريم بنت مسلمي صاحبة الفصل. ايوه، عن اسمك ايه؟ بنت مين؟ مريم بنت مين؟ ومين كمان؟ انا هشام. هشام ازيك؟ الحمد لله. انت ازيك يا هشام؟ انا الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا كويس. اخبارك ايه؟ ازيك يا هشام؟ الحمد لله. الحمد لله. ننزل ولا ايه؟ تيجي ننط في البحر؟ هشام ازاي؟ الحمد لله. وانت ابن ميس من لميس؟ من صاحبة الفصل. انت ابن ميس من لميس؟ انا ابن ميس من لميس. ابن مين؟ ابن ميس لميس. بتاعت ايه في الفصل؟ اللي هي صاحبة الفصل. يا صاحبة الفصل كله؟ وانت عامل يعني بتشتغل ايه مثلا؟ انا بشتغل ايه؟ انا لسه. انا بابايا هو اللي بيشتغل. باباك بيشتغل؟ بيشتغل ايه؟ دكتور. لا راجل. والمتعب. لا راجل. هو والله العظيم بيشتغل دكتور. دكتور اطفال نساء. يعني بيعالج البنات صغيرين. ايوه. لا انت باباك جامد قوي. هو عندكم مين كمان؟ والواد شعبان صاحبي ده متشرس. ده شعبان. انا شعبان وماما حامل. مامتك حامل؟ بتخبي الفلوس تحت الكومودينو. طب عندك اسرار تانيه عن بيكو؟ برشم واجيلك. برشم؟ فظيع، طفل فظيع. ايه ده؟ والله طفل بس ب 100 راوند. وعندكم حد تاني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاكره اتش. هو ده؟ ايوه. لو مين؟ انت عزمي. عزمي مين؟ صاحبنا من زمان قوي. من زمان قوي احنا في كيجي 2. مين اللي هو؟ مين انتوا؟ كنتوا فين؟ فاكر لما كنا بنغني مع بعض؟ ايه؟ اللي هي الاغنيه اللي بتقول البطه بتقول كاك والقطه بتنونو والمعزه بتقول ماء والكلب بيهو هو 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 هو. ده مش فاكركم. ايه ده؟ لا انا عارف اللي هو العيال اللي كانوا معايا لما كنا بنقعد نغني وبنقعد نقول الكلب لولو يا ما قالوا له بلاش تعض قط الجيران نو نو ده قط شاطر ناصح وماهر وكمان بيصطاد الفيران هاو هاو ايوه هاو 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 ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه صح، احنا اللي كنا فاكرنا بقى. لا فاكر خالص. بص انا بقعد العب بالكوره ازاي واللي هو من غير ما ابص عليها وبص ممكن اشوط فيكوا كام كده وما تجيش في حد خالص. وانا مش علمك. عزمي انا اميره. اميره انت مين؟ انا اميره وماما رقاصه. مامتك رقاصه؟ طب قولي مصاصه. مصاصه. امك رقاصه صح مش هي دي؟ وانا يوسف وبابا محامي. باباك محامي؟ ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. وانت طفل؟ يا بختك، ده دور الطفل ده صعب قوي. حسيت باللي انت كنت عامله فيا؟ بس خلاص جيتولي في ملعبي. يعني اعرف اعمل طفل كده؟ اعمل. يعني ازاي طيب؟ بص اعمل كده ويي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 ي
كده بس؟ اه بس خلاص. اه يعني كل ما ابقى عبيط اكتر ابقى طفل يعني. يا اهلا، ازيك يا طفل؟ الحمد لله. ده باباك ايه؟ انا بابا محامي. بجد؟ اه والله. اللي هو بيقف جوه البتاع؟ ايوه بيقف جوه البتاع. وبيقعد يقول انا مصر. ايوه. وعايزين مش اعدام. اه. يا ومين عندكم تاني؟ انا زياد، وانت هتخش في النار. هخش النار ليه؟ عشان عملت ايه طيب؟ عشان الكرة دي حرام. حرام ليه؟ عشان كرة كفر. ربنا يغفر لك. ايه ده يا طويل؟ وانتوا مين تاني؟ انا بابا ظابط. وانت اسمك ايه؟ انا الرائد كريم، رائد الفصل. ايوه ذكر كريم. عامل ايه يا رائد كريم؟ الحمد لله. يا وشنب بجد. مش يا عم الحمد لله. تعالى بقى. اي حاجه تعوزها قول لي. ده فصل حلو قوي. سمية. انت سميه؟ اه. وبابا وماما مسافرين برا مصر خالص. يعني انت قاعده لوحدك؟ اه انا والدادة بتاعتي. طب وزع الدادة بقى واجي لكم بقى. ها ماشي، تعالى ذاكر معايا. اه قال يعني نذاكر يعني. اه ماشي يا سميه. ماشي. شفت كراوي حصل له ايه؟ يا ساتر يا رب، مش قادره بس. حاجي يبلغ الاسعاف بسرعه. ايه ده؟ ايه اللي حصل له؟ انت بتقول ايه اللي حصل له؟ بصوا ابعد 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 عشان البصمات. محدش هيتحرك. انا بقول لكم اهو لحد ما نلاقي مين اللي قتل كلاوي. قولي لي يا ليلى، الواد ده كان عليه اعداء؟ عليه اعداء؟ لا خالص والله، ده كان طيب. ايوه هنتخانق مثلا مع بوجي، مع طمطم، مع عالم سمسم؟ ما هو عالم بقى. لا وهو انت فاكراه طيب؟ ممكن ما يبقاش طيب يا حضرتك. بص يعني هو ممكن يبقى مثلا اللي هو ده يكون مصاحب باربي. وبيقابلها تحت السرير وانت مش واخده بالك. الدباديب دي عليها حركات، قال عاملين لعب يعني، بس هم مش لعب. لا لا لا، بيبقى حقيقي. لا كرابيا ما كانش كده، كرابيا كان طيب ومحترم خالص. لازم التحقيقات تبقى سريه، دي اعراض دباديب. انت صح يا صاحبي، وعلى راي سيد شيبه الله يرحمه، يا روح ما بعدك روح. سيد شيبة الله يرحمه؟ الله يرحمه. وعمل ايه؟ مات خلاص الدفن. يا حول الله. طب وهنعمل ايه في الدبدوب ده؟ لا لا لا، هو ايه السريه دي؟ اصلا في حاجه اسمها حريه صحافه. مفيش الكلام ده يا بت. لا في. مفيش الكلام ده. لا في. ايه ده؟ انت عمالين تتكلموا وضهرك وسايبين كراويه بيروح مني، حرام عليكم. واحنا مش هنتستر بالاسعاف، احنا نشوف اي دكتور هنا، مش انتوا عاملينكم حد بابا دكتور؟ مين بابا دكتور؟ يا هشام. هشام. ايوه هشام، انت باباك دكتور؟ ايوه انا بابا يا دكتور. ايوه انت ايه كبرت مره واحده؟ هشام. ايوه ايوه هشام، انت باباك باباك دكتور؟ بابا يا دكتور. ايوه ممكن اتصرف في الموضوع ده. ممكن نشوف ايه ده اول؟ انا مبدئيا يا بنت الشرط. ماشي شكرا. ايوه خلاص. مبدئيا قبل ما انزل كده، الدبدوب ده محتاج نقل قطن عشان تبقوا فاهمين. استنى اما اشوف فصيله قطنه ايه ده بقى. يا نهار اسود. لا انا مش هعرف اكشف كده، انا عايز السماعات لو سمحت. السماعات. مانا 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 لا 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 لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مساعد حمار على فكره. هو مساعد حمار؟ يعني هو مساعد حمار؟ هو مساعد حمار فعلا. هو بيساعد مين؟ انا. وهو مساعد حمار يبقى انت ايه؟ يبقى انا حمار معروف. انت عادي فرحان. انا راجل يعني، وانا اخبي الحمار يقول على نفسه حمار. طب ممكن حد يقول له يا حمار؟ يا سلام. الدنيا ابن السماء. انت الحمار السماء. ايوه هي دي. يا سلام. يا نهار ازرق. ايه الدبدوب ده اتقتل؟ يا نهار اسود اتقتل.
يا جدعان يا جدعان مفيش حد خرج ولا دخل من الفصل يبقى اكيد القتله موجود هنا. لا عزمي عزمي يلا انا يلا نهرب يا هشام. لا يلا بسرعه. امال قلت لا ليه؟ عزمي ايه؟ لا بقول لك ايه، انا بابايا هداف المنتخب، انا ممكن اخليه ما يجيبش جوان. انا بقول لكم لا لا يا جماعه حرام عليكم، ده عزمي حتى طيب واحنا واقفين بنتكلم معاه من الصبح صح؟ مش كده؟ يبقى انا خلاص بقى هاجي لكم خلاص. أوه. يا جماعه يا جماعه انا عرفت مين اللي قتل كلاويا. مين؟ اللي من ساعه ما دخل وبص عليه قال اصناف اصناف اصنام يا حمار اصنام، وبعد كده انا قلت اصنام اه، بس انا واقف معاكم من ساعتها انا ما عملتلوش حاجه. ايوه بس انت ما بتحبوش من ساعه ما شفته. وماله يعني؟ ايوه ماله يعني؟ ايوه ايوه انت ما بتحبهوش وانت اصلا سرير وانت نوتي 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 كده. اه طب بص بقى، انا اللي قتلته وعشان هو حرام، واي حاجه حرام في الفصل ده انا هقتلها. بس خلاص اعترف، والاعتراف سيد. بس خلاص هو فين؟ ايوه اعتراف. ايوه اعترف على نفسه خلاص. ايوه والتاني ايه؟ مع سبق الاصرار. ايوه والترصرص. ايوه صح. يبقى نقبض عليه ولا ايه؟ لا نقبض عليه بسرعه. يلا هتوه. باباك محامي؟ اه انا بريء. يلا هتوه. انا بريء. اطلع كنت عايز تهلب. اطلع. بس هو لازم نحاسبه دون. اقعد. لازم نحاسبه. سامي جارنا. آه يا جراوية، ده احنا كنا بنخرب مع بعض، بنرل مع بعض، بنستبح مع بعض، ده احنا نزلنا البسين مع بعض مرتين. مش مشكلة، المهم ان احنا ما نتقفاش. ايه ده يعني ايه ما نتقفاش؟ معرفش، بس ماما دايما بتقول لعم سامي جارنا. انا زهقت منها على الاخر، بس بصي خلاص هيجي لها اخر الشهر وهيحكمها. مين باباكي؟ لا عم سامي جارنا. عشان احنا عندنا محكمه بقى دلوقتي. يلا يعني نحقق معاه الاول. يا حاج ظابط انا عايز اقول له حاجه قبل ما اتحقق معاه بعد اذنك. اه يلا روح روح. تعالى بص بص تعالى تعالى يا زياد، وانت عمال بتقعد تقول ده حرام وده حرام وانت كده هو بتكرههم فيك، يعني انت لما تقعد تقول ده حرام وتقعد تولع وتخرب احنا هنحبك يعني وتبقى معانا؟ لا مش عايزينك تقعد تخرب، مش عايزينك تقعد تقول ده حرام. ها بص بص، ما دام بابا قال حرام يبقى حرام، مفيش نقاف. في يعني انا كمان حرام؟ كله حرام، لعب الكره حرام اصلا، بتبين الركب والركب حرام. يعني انا كنت عايز ادافع عنك بس انت تستاهل بقى. بس عايز مساعده حد. يا حظابط؟ نعم. آه يلا شوف هتموتوه ازاي. يلا يلا. يعني انت مش عايز تعترف؟ لا. مش هتعترف؟ لا. طب خد دي. آه. برضه مش هتعترف؟ لا. هتعترف ولا اقعدك على الخراره؟ ايه الخراره دي؟ انا هجيب اتنين دول سيستيك. وكلهم ووصلهم بويفر فانيليا، احط عصايه تحت لسانك والتانيه انت عارف انا هعمل بيها ايه؟ ايه؟ هبدلها عشان بتكسب. برضه مش هعترف. ايه ده؟ الواد ده مش عايز يعترف ليه؟ يا باشا ما هو اعترف بكل حاجه اصلا. في دبدوبين مقتولين في غيط قصب في الصعيد والواد ده اللي هيشيلهم. بس احنا ما قبضناش عليه في غيط قصب. ما قبضناش عليه في غيط القصب، كده بقى في غيط القصب. برضو انا مش هعترف، التعذيب بتاعك تافه ومش بيخوف.
يعني ايه؟ طب اختار طريقه. طيب بص، انت تجيب واحده من البنات اللي في الفصل بس تكون عزيزه على قلبي، اوكي؟ وتخلي رجالتك يتهجموا عليها، وساعتها انا هضعف واعترف، او اضعف واساعدهم. مثال. لا الواد ده يروح على المحكمه على طول. يلا نروح المحكمة. يلا نروح المحكمة. وأنا القاضي. يلا يلا. أنا القاضي اللي هقعد أحكم عليه. محكمة. سامع حضرة القاضي. يلا هنحكم عليه خلاص. يلا في محامي ليه ولا مفيش؟ نسمع شهادة الشاهد الأول. إيه ده؟ وده إيه ده؟ أنت باباك شغال إيه؟ محامي. اللي هو بتاع إنا مصر؟ إنا مصر. آه عشان كده أنت عارف. آه. طيب أنا عايز أسمع شهادة الشاهد. اشهد. قول والله العظيم أقول الحق. انا خلصت الكلام اللي عندي يا سياده القاضي. بعد الرغي الكتير اللي هو قاله احنا هنضطر بقى نقعد نحكم عليه، وبس قبل ما نحكم عليه ولازم يبقى في واحد مثلا بيقعد يدافع ويقعد يقول يا سياده القاضي. مين هيقعد يقول يا سياده القاضي؟ اشكر استاذي وزميلي الدكتور عبد النور الذي اتاح لي الفرصه كي اعلن كل خطاياي امامكم على الملأ. لقد ادركت قانون البزازات وتفوقت عليه، والأكثر من ذلك رضعت منه واتفطمت عليه. أنا مثال للمحامي الطفل برضو. أنا أكثر تفاهة مما يتخيل الناس جميعاً. الناس عارفين عادي يعني. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحداً. أغيثونا أغيثونا ورضعونا وأغيثونا. يا والله صعبت عليا. تأثرت فيك؟ اه تأثرت فيا خالص والله. يا حكمت المحكمة على المتهم الطويل جدا بالحرق. هنولع فيه. هنولع. حرية حرية يا جدعان. اسكت اسكت يخرب بيتك. حرية يا جدعان حرية. الحقيني. ايه يا عم في ايه اللي حصل؟ وانا ماسك البلوتوف وجاي احذفه راح خبط في الشباك اترد فيا راح مولعني. حريقه حريقه. اسكت اسكت بقى. الحين مساء الخير. ايه اللي حصل؟ حضرتك انا كنت ماسك البلوتوف وجاي احذفه كده راح لبس في الشباك وترد فيا راح مولعني. حريقه الله يخرب بيتك. حريقه عليك. الله يخرب بيتك. يا شيخ. وحريقه ولا 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 حريقه ولا ولا ولا. ايوه قول لي بقى مساء الخير. ايه اللي حصل؟ حضرتك مين؟ انا مذيع من قطاع التلفزيون. ايه ده؟ ما زميلي كلها جايه تطمن عليا. الله. قول لي ايه اللي حصل؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك والله. ايه ده؟ استنوا 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 استنوا. انا هجيبه انا هجيبه انا هجيبه. ايه اللي جابك المسرحيه دي؟ مش دي مش دي. مسرحيات دخلت في بعض كلها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه تاني؟ ايوه حضرتك ادوني. استني المبنى بتاعه حضرتك اديني 300 جنيه. ها؟ ايوه عشان خاطر اولع في عربية الشرطة. ها؟ ايوه. طب ما تاخد 300 جنيه وما تولعش في عربية الشرطة. لا طب حضرتك ينفع تديني 250 جنيه اولع في العربية وبعد كده اطفيها؟ طب خد 150 وطفيها. ايه يعني مين اللي هيحاسب؟ اهي هي انت. ايه يا جدعان ده؟ يعني دلوقتي انت هتعمل ايه؟ انا ما اعرفش. انتوا اللي حفظتوني الكلمتين دول. انت هتعمل ايه حضرتك؟ حضرتك انا اي حد هيجي يولع في عربية الشرطة انا هولع فيه. انا بقول لك اهو. انت هتولع؟ اه. اللعبة دي وحشة. عارف احنا نلعب عريس وعروسة. نلعب عريس وعروسة؟ اه عروس وعريسة. وانت تلعبي ايه؟ العب عريسة. العب عريسة؟ من عند احمد عشان. بتقول اي كلام؟ ايوه اي كلام. يلا نلعب. مين احمد حسنين؟ الواد ابو الشعر ده. تلعب انت وهو؟ اه. طب واحنا نقعد نتفرج. ماشي. جنجر 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 جنجر
انت بقى عندك نون في بطنك. النونة دي مش نونتي. والله العظيم نونتك. مش نونتي ونعمل لها تحليل دي ان قطن دلوقتي حالا. والله نونتك باينة في السمارة اهي. مش نونتي. نونتك. مش نونتي. بس هسقطها لك. ما تسقطهاش. هسقطها لك. هو عشان امك مدرسة تسقطيها؟ ايوه. انا هسقطها لك. ما تسقطهاش. هو هيتكلم. ما هيتكلمش. هيتكلم. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. ليه؟ ما فيهش حجارة. كلها تسكت. ما اسكتش. اسكتي. ما اسكتش. اسكتي. ما اسكتش. اسكتي. 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 هتعمل ايه لو نمت يوم وصحيت ولقيت اقرب ملك في الدنيا مش حواليك؟ نقعد نلعب ايه بقى؟ انا اقول لك بقى نلعب ايه. نلعب ايه؟ يلا نلعب مسلسلات. مسلسلات؟ اه انا بحب المسلسلات. طب نلعب مسلسلات ايه، بتاعت رمضان ولا بتاعت شعبان؟ لا نعمل مسلسلات بتاعت بابا شعبان اللي هو في رمضان، اللي هو رمضان ابو شعبان. ايوه نعمل ده، اللي هو اسمه ابن حلال. ابن حلال؟ اه نقعد نعمل ابن حلال. طب وانت هتعمله؟ يعني انت هتعمله؟ طب وانا نتفرج؟ ماشي يلا تعال نتفرج. تعال نتفرج. انا هعمل دول هلا فاخر. لا انا اللي هعمل هلا فاخر. حنان هتجيب لنا العار يا ام جرجس. سيب البنت تتبحبح. تتبحبح ايه يا وليه يا سفلن؟ بقول لك البنت هتجيب لنا العار. يعني ايه المشكله؟ طيب وانا والله لو في سنها كنت خربتها. خربتيها بشنبك ده يا ام حبيشه. يا ام حبيشه الحقي يا ام حبيشه. ايه في واحد مخبي وشه ومداري نفسه خالص ومستنيكي في الشقه. مين؟ حبيشه. حبيشه مات يا مسكر. لا ما ماتش. مات والله ما ماتش، انا شفت الحلقه كلها على اليوتيوب. حبيشه عايشه وليه يا موزه؟ طب يلا. والمصحف عايش. حبيشه صاحبي. حبيشة؟ ولدي أمي. اتوحشتك قوي يا ولدي. اتوحشتك قوي يا ولدي. عامل ايه يا أمي؟ الحمد لله. بيقول علي اسود يا أمي وشبه الميكروباص المحروم. ليه يا ام خلفتيني اسود؟ يا ولد احمد ربنا، لو كنت اعتمدت على ابوك لكنت جبت ابيض ولا اسود. عندك حق يا ام. انت ايه الداخليه يا صاحبي؟ الداخليه. الداخليه يا صاحبي. ما تقلقيش. الخارجيه يا صاحبي. الخارجيه يا حبيبتي يا صاحبي. ما تقلقيش يا ام. السياحه. السياحه يا صاحبي. ما تقلقيش انت يما، تعالي بس انت الداري. يا مراحب بالدخليه. ايه يا حبيشه عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ يا عم بس مدوخنا، ادينا جبناك يا عم الصايع. اشهد يا اهل عزبه الصعايده، الدخليه جم لحد هنا وما عملوش حاجه عادي، واشهدوا اللي مع صعيدي يتورط
في سجايره هيفرط. صباح الفل يا باشا. الساعة كام يا امي؟ الساعة 7. الساعة 7 ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ السجاير دي مش حلوة. مش حلوة؟ كنت هتقول ايه؟ مش انت عايز ايه انت؟ ايه؟ انت هتقتلني ولا ايه؟ لا مش هقتلك، بس ايه اللي في ايدك ده؟ ده مسدس. المسدس حرام. يا عم ما تجنناش. الساعة 7 يا ولدي. الساعة 7؟ الساعة ساعة حج. مش هتموت يا صاحبي. مش هتموت يا حبيبي يا صاحبي. عاصم يا مسجد. عاصم يا مسجد. انا والناس يا حبيبي. عاصم يا مسجد. في ايه يا حبيبي؟ في ضرب نار يا غبي. ما تقول كده يا حمار. انا حبيشة يا صاحبي. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. ايه يا مسكر؟ الحمد لله على السلامة. طب ما متش؟ لا الحمد لله. طب ماضي كام حلقة؟ 30 حلقة قاعد بتناشي. يخرب بيتك. خد اشرب شاي روق مخك يا صاحبي. ايه ده يا دلع؟ انا مسكر. الدلع يا حبيشة الدلع. خلاص طالما غيرت الاحداث يبقى انت اللي هتيجي معايا الكباريه. اجي ما اجيش ليه؟ بقول لك ايه يما؟ ايوه يا ولد. هات مسدس غير ده. خد يا ولد. لقيته حنان يا حبيشة؟ ايه؟ اغسل عارك وهتهلى ملي عيني منيه. ماشي؟ بتخوفيني ليه يما؟ بتخوفيني ليه؟ يلا يا مسكر. يلا يا صاحبي. سألت كل المجروحين ايه اللي جرحكم كده؟ قالوا لي تيجي قلبنا وتعالى تعالى الدموع من عينيا قلقت من الطيبة اللي فيا مبقتش عارف بس ليه الناس بتحترم القاسية الدنيا جرحة ومتعبة وناس كتير متعصبة شافت خلاص أجمل سنين من عمرها متسبسبة لفت دماغي وقلبي تاب يا ترى حبيشة يعني بعد ده كله ماتت من الخضة؟ ايه الغباء ده؟ تعال مسكر شيء نعم اشيل ايه يا حبيش؟ انت اتجننت في مخك يا صاحبي اشيل ايه يا عم؟ خد اكتب الرقم ده قول زيرو الف زيرو الف الفين ده رقم ايه؟ الونش انت جاي تهرج يا صاحب اشيلها ازاي يا صاحب؟ لازم نودي حنان امي تشوفها ما تشوفها انا مال ام انا خلاص انت امي تيجي هنا اسهل طيب يا ام حبيشة يا ام حبيشة ايه يا مسكر هنعمل المشهد ده هنا عشان مش هنقدر نشيل حنان بنتك عشان لقيناها لقيتوا حنان؟ ايوه وغسلنا العار وغسلنا هدومها ريحتها تقرف يا صاحبي يلا حنان حنان جايالك يا بنتي حنان 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 قومي اعملي شاي لحبيشة يا حنان 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 مش بني ادمين ده اصله كريم ومهما العمر طال بيكم مصيركم للتراب راجعين دنيا وقالوا عنها زمان ماليها بتعملش اي احساب بمال ولا جه ولا السلطان لما ما تحسش بيه يلا هادي يلا ابوك مات مبلول ثقه في الله هننشف ايه